احمد الضفيري ملعوبه جول جول شبي. في مباراة دخلها الازرق بشعار اكون او لا اكون في ثاني جولاته في بطولة كأس الخليج، انعش المنتخب الكويتي اماله بخطف احدى بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية بفوزه على نظيره الإماراتي بهدف وحيد حمل توقيع البديل أحمد الضفيري. شوط المباراة الأول جاء دون المستوى المتوسط، وإن استحوذ الأزرق على منتصف الملعب إلا أن الهجمات لم تكن لها أي فاعلية عدا فرصتين اثنتين فقط لمهاجم الأزرق شبيب الخالدي، كانت الأولى بتسجيل هدف ألغي بداعي التسلل، فيما كانت الفرصة الثانية بجملة تكتيكية انتهت برأسية شبيب الخالدي بيد الحارس الإماراتي. وعلى الجانب الإماراتي تصدى سليمان عبد الغفور للفرصة الوحيدة في الشوط الأول للمهاجم الإماراتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. شوط المباراة الثاني اختلف كليا عن شوطه الأول من الطرفين، فتبادل الهجمات الخطرة التي لم تكن لها نهاية جيدة بسبب استرسال حراس المرمى ومدافعي المنتخبين. وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تمكن البديل أحمد الضفيري من استغلال كرة ثابتة وبمساندة من المدافع الإماراتي سكنت شباك المرمى الإماراتي ليجني الأزرق أول فوز وثلاث نقاط في البطولة. وتبقى الجولة الأخيرة الحاسمة للأزرق أمام المنتخب البحريني الجمعة القادمة. أحمد دانيزي لبرنامج الديربي.